معانا نص لتر من الحليب، يفضل يكون كامل الدسم، 3 معالق كبار من بودرة الكاستر، لو مش موجودة ممكن النشا، معلقة واحدة كبيرة من الدقيق، 3 معالق كبار من السكر، والسكر حسب الرغبة. دوبت المكونات بتاعتي على البارد بالشكل ده كده، ارفعها على النار مع التقليب المستمر. دلوقتي اول ما الخليط بتاعي ابتدى يغلي بالشكل ده كده، هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة. دلوقتي هطفي على الكريمة بتاعتي. دلوقتي هقسم الكريمة بتاعتي نصين، عايز اعمل نص فانيليا ونص شوكولاتة. هنزل بقى على الشوية دول بمعلقة كبيرة من الكاكاو الخام، هدوبهم. بعد ما دوبت الكاكاو نزلت بمعلقة سكر عشان الخليط بتاعي يعادل مرارة الكاكاو، فعايزة اظبط الخليط. هكمل بقى الكمية وارجع اقلب تاني. دلوقتي بقى هغطي الكريمة بتاعتي ببلاستيك راب واخليه يجي على سطح الكريمة على طول بالشكل ده كده. دلوقتي هنسيب الكريمة بتاعتنا على جنب تبرد. معايا نص كوباية من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ، ربع كوباية من السكر البودرة، هخفقهم كويس بالمضرب الكهربائي. دلوقتي بعد ما خفقت الزبدة مع السكر هضيف الكريمة بتاعتي، بس احنا طبعا هنسيبها تبرد اكتر من كده او هنحطها في التلاجة. هرجع اخفق تاني وكده الكريمة بتاعتنا بقت جاهزة معانا. لو عايزين نتقلها شوية كمان عن كده ممكن نزود معلقة زبدة او معلقة كريم شانتيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا دلوقتي معايا بولة مغلفاها ببلاستيك راب او كيس خزين، حط فيها الكيك بتاعي من القعر بالشكل ده كده. دلوقتي هحط شوية من الشربات الخفيف اللي معايا بالشكل ده كده، اي شربات خفيف عندنا. دلوقتي بقى هنزل بالكريمة، هغرق كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. دلوقتي هرجع احط طبقة من الكيك بتاعي بالشكل ده كده، وهحاول املأ الفراغات زي ما احنا شايفين. دلوقتي بعد ما حطيت طبقة الكيك بالشكل ده كده شوية كده بس اطري الكيك بتاعي، ممكن حليب لو حابين، شوية من طبقة كريمة الشوكولاتة. انا عملتها بنفس الكريمة البيضة بالشكل ده كده. انا كده حطيت كذا طبقة فوق بعض، ودي كده الطبقة الاخيرة. طبعا الكريمة بتاعتنا لما تدخل التلاجة هتتماسك. وكده بقى اخر حاجة نحط طبقة على الوش بالشكل ده كده، علشان لما نيجي نقلبها تكون حماية ليها. دلوقتي بقى نغلف الحلة بتاعنا بالبلاستيك راب بالشكل ده كده. هنحط الحلة بتاعنا في التلاجة لحد الكريمة ما تتماسك، مش اقل من ساعتين. ودلوقتي بقى الحلة بتاعنا بقى جاهز معانا. نشيل بقى الكيس اللي كان متبطن بيه البولة بتاعتنا. شايفين بقى قد ايه الحلة سهل وبسيط، وكمان شكله حلو قوي وطعمه طبعا احلى بكتير. دلوقتي بقى اي صوص كده بسيط، انا معايا هنا صوص كراميل على صوص شوكولاتة، ومن غير صوص خالص بس اكثر اللون. دلوقتي شوية كمان كده من صوص الشوكولاتة، اخر حاجة شوية بقى من النوتيلا البيضة كده. لكم ان تتخيلوا كل الحاجات الحلوة دي. وكده بقى بواقي الكيك التحفة دي بقت جاهزة معانا، تورتاية سهلة جدا وبسيطة وشكل وطعم تحفة. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي يعجبه الفيديو ياريت يسيب لي رأيه في كومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.